بين السكان. رصاص ودخان أسود يملأ المكان. هكذا توقفت الحياة المدنية في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق الأخرى. منذ اندلاع الاشتباكات في 15 من إبريل الجاري بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في البلاد، ملايين سودانيين محاصرون في منازلهم فيما هورع من استطاع من السودانيون والأجانب من الخرطوم ومناطق الاشتباكات الأخرى. بعد فشل سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار القصير خلال الأيام الماضية، إما بشكل كامل أو لفترات هدوء متقطعة. فترات الهدوء كانت كافية إلى حد ما لعمليات إجلاء دراماتيكية لمئات الأجانب عن طريق الجو والبر، ومع ذلك فهي لم تقدم أي راحة لملايين السودانيين المحاصرين في مرمى النيران يكافحون من أجل العثور على الطعام والمأوى والرعاية الطبية، حيث دمرت الانفجارات وإطلاق النار أحياءهم. في خدمات الهدنة دي عشان تقدم للناس خدمات، الناس تطلع تشتري معايشة وترجع، لكن أريد الناس ما في واحد هنا، لأنه ذاته الناس بيقول ما بنطمئننا. دي الهدنة الثالثة احتمال هو هنا، لكن برضو ما بنطمئننا. يعني مبارح بالليل لحد الصباح كان ما في شيء، لكن حس عليا لو خدتها ضغلك بتسمع صوت المدافع وصوت غير وغير وغير. إذا الهدنة دي ما مستفيد منها أي زول ولا أي حد. ما زاد الأزمة سوءاً اضطرار العديد من وكالات الإغاثة إلى تعليق عملياتها، ما يزيد من وطأة الأزمة التي تثقل كاهل المواطنين الراغبين في السلام.